ورجعنا ليكم تاني مرة شباب في لعبة جي تي اي في. طبعا يا شباب النهاردة هنعمل مهمة خطيرة جدا، ومعانا مصطفى كالعادة. عامل ايه يا مصطفى؟ بخير الحمد لله، انت عامل ايه؟ اخبارك؟ منور. تمام انا تمام الحمد لله. طبعا يا شباب جبت سنايبر خطير جدا. طبعا السنايبر ده جبته بعد التطوير اللي عملته في البنكر، بتعمله في العربية اللي هي الكبيرة دي، بتطور بقى اسلحته وكده في السيرش. انت رحت فين؟ تعالى مصطفى اوعى تتخبط. شايفين مصطفى يا جدعان؟ اوف 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 حادثه يا عم. طبعا يا شباب السنايبر بتاعي ده مطور جدا. خليك واقف كده مصطفى ثواني، خليك واقف عشان نجرب بس عليك حاجه. اركب كده جوه العربيه، اركب كده جوه العربيه عشان عايز اوريهم حاجه. بس اركب جوه العربيه. بص يا باشا السنايبر ده مطور. مش هضربك. بص طبعا يا شباب السنايبر ده مطور. اول ما ادوس حرف ليه شوف اللي هيحصل. شفت شايفه ازاي؟ بص 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 عامل زي الكتكوت. شايفين قاعد ازاي يا جدعان؟ اول ما ندوس حرف ليه طبعا السنايبر ده خرافي، بينفعك جدا جدا جدا. ده بيشوف الحراره بتاعت الجسم. بص انا شايفه قاعد ازاي؟ شايفك يا مصطفى. طبعا يا شباب ده السلاح اللي معايا، شوف منظره خرافي ازاي. رايك يا مصطفى عامل ازاي؟ عمال يبعت بوصه. بص السلاح عامل ازاي رايك؟ تقييمك ليه يا معلم؟ 10 تقييمك ليه؟ بص يا جدعان عامل ازاي؟ طبعا السلاح ده ايه؟ قلت له ايه؟ شكله جامد جدا، 10 على 10. بتضربني ليه يا عم؟ بتضربني ليه يا عم؟ بص هخلص عليك، ثواني. يلا انا دمي رايح في داهية، ابعد عني. طبعا يا شباب عايز اوريكم برضو حاجة تانية قبل ما نبتدي المهمة، دي الطيارة بتاعتي لسه شاريها، بس طيارة ممتازة جدا. حموتة مصطفى والله. بس اهدى يا عم، بس ناخد أكل يا عم. أنت معاك دروعك صح؟ ناخد الأكل بتاعنا. كويس، عايز يموتني هو الغدار. ناخد البادي، كويس، معانا دروع يا شباب. طبعا يا شباب دي الطياره بتاعت مصطفى، الطياره بتاعت مصطفى بس بصراحه فظيعه، بس ب 2 مليون وكسور. طبعا وانا دي الطياره بتاعتي لسه شاريها بصراحه، دي بمليون و300 كان عليها خصم. دي حلاوتها دي زي الطياره دي، بس الفرق بين الطيارتين طبعا طياره مصطفى اقوى في التحمل وتقدر تتحكم في البتاع اللي قدام دي، يعني بتعمل شغل عالي. وانا طيارتي ما ينفعش بس بتشيل اربعه. وطيارتك بتشيل كام يا مصطفى؟ اربعه ولا اتنين؟ بتشيل سته اكتر، بتشيل سته مش عارف والله. لا مصطفى ما تجيبش الشرطه يا مصطفى. طب استنى نخش كده على النت بسرعه ونشوف طيارتك بتشيل كام، عايزين نعرف برضو. انا طيارتي بتشيل اربعه، انا متاكد منها ده يا شباب. طياره مصطفى بتشيل اربعه برضو، وانا طيارتي كان عليها خصم بس انا اشتريتها خلاص. هي مش عارف شالوها من هنا ولا ايه. هي بعد ما تشتري الحاجه بتختفي ولا ايه يا مصطفى؟ في الاغلب لا 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 هي موجوده، هي بتشيل برضو اربعه زي مصطفى. بس زي ما فهمتكم يا شباب ده الفرق ما بين طيارتي وطياره مصطفى. ف وشفتش يا مصطفى الطياره اللي ظهرت قدامك دي فجاه؟ شايفها؟ الطياره دي نص كم يا معلم. كان نفسي في الطياره الكبيره تظهر هنا بس ما ظهرتش. انت فرحان اخويا بس صواريخ. شايف الطياره دي اهي؟ الطياره اللي قدامك دي شايفها؟ بص في طياره ثانيه ظهرت يا مصطفى، شايفها؟ تعالى بص، تعالى 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 تعالى، دي لسه ظاهره والله. اهي طياره هليكوبتر ثانيه اهي. هو ايه حكايه الطيارات دي؟ مش تبعنا يا جدعان والله، ما نعرف ايه دي، ايه الهبله دي؟ شايفها؟ ظهرت اهي. طب يلا شباب هنروح دلوقتي على الشركه عشان نبدا نعمل مهمه. تعالى مصطفى بلاش بقى شغل ال تعالى تعالى. بص هخلص عليك انا، بص ما تعصبنيش. يلا 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 نركب طيارتك ولا طيارتي يا مصطفى؟ طيارتي احسن. لا لا استنى قبل ما نركب الطياره، انا صح ما جربتوش، عايز اوريهم بس الطياره مش هطير كتير. انت اركب طيارتك. لا استنى استنى، انت هتخليك فوق طيارتك وانا ابقى اسوق. ايوه خليك قاعد فوق انا جايلك. طبعا شباب زي ما انتم شايفين الطياره كلها حماس، بس بص جنب طياره مصطفى ده نص خنا مش باينه بورصه والله. طبعا زي ما انتم شايفين الصواريخ، عندي الرشاش وعندي صواريخ حماسيه. تعال نجرب نضرب على الطياره اللي قدامنا دي، بس مش طياره مصطفى يعني. بس انا مش هينفع انشن عليها حظ. طب استنى ننزل كده تحت شويه، انا خايف يا مصطفى انا بضرب تيجي جايه في طيارتك. مش مشكله فدينا بقى. اوه فجرتها؟ لا لسه. مش اوه انفجرت يا جدعان، خلصنا منها. طبعا هننزل كده في السريع نركب بقى الطياره. طبعا مصطفى هو مصمم اسوق الطياره وهو راكب فوق. على ضمانتك يا مصطفى ماشي. اسوق تمام. يلا لو اشتغلت انا ماليش، بس حاول تنط. انا ركبت خلاص عليه. نقدر نقول الله يرحمه. الله انزل. اوه الله يرحمه، الله يرحمه كان طيب. هو نزل تاني، تعالى يلا اركب بقى يا عم عشان نروح الشركه يا عم. والله انت مشكله يا عم، كان عايز يجرب معرفش ايه المزاج يعني. استنى هو عمال يضرب. فرحان انت؟ فرحان انت بتحب انت الالوان والصواريخ والحاجات دي صح؟ حاجات كده تفرح يا ابني، انت كئيب انا ماليش دعوه. طب يلا 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 بدل. بص هطلع لك الصواريخ. بص ايه الصواريخ؟ انجز انجز. انجز
شايفين ان نص خيالنا اللي جاي يركب ده. اوه الشرطه جت، يلا مصطفى بسرعه 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 اهرب، يلا 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 يلا. ترى شباب مصطفى سواقته في الطيارات يعني نص نص، وانا برضه شبهه يعني، بس ممكن تقول ايه يعني فوق النوب شويه. انت عايز تقول ايه يا مصطفى؟ انت عايز اقول لك انا اسوأ من النوب، سوبر نوب. انت مشكلتك لما تيجي تنزل بالطياره انت بتسوق حلو، بس لما تيجي تنزل بتنزل بغباوه فالطياره بتنفجر. يلا نوصل يا جدعان، طبعا عايزين بس نوصل. انا كنت زيك والله، كنت زيك بنزل نازله وحشه جدا فالطياره كانت بتنفجر مني. المفروض نوصل للشركه يا مصطفى؟ لا احنا لسه بعدين لسه بنشق طريقنا يا ابني. بس طيارتك والله يعني، يعني كنت عايز اجرب ولا طياره مين اسرع، طيارتي ولا طيارتك؟ ما جربناش حظك يا ابني. بس طيارتك حجمها كبير، بص انا ماشي حتى تحس ليها تقيله، بس هي بصراحه مدرعه قويه يعني تستحمل الضربات وكده، دي حاجه خطيره يا معلم، ما ينفعش اتمرجح بيها دي. لا 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 مش هنا. كده هموت هموت. اوه انا مش، لا 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 لا. ايه ده بس منظرها من جوه خرافه يا جدعان، شايفين المنظر عامل ازاي؟ تصدق المنظرها من جوه احسن يا مصطفى؟ شوف استنى بقى نظبط ده المنظر من فوق. يا ابني اهدى يا ابني الشرطه، احنا ما صدقنا المشي. وانت مشكله والله. خمس بقى في الهواء يا عم. انا ليه لما اجي اميلها لقدام اهو يا عم اهو، يا الله ولا ديس اهو، احلى طفحيت لعيونك يا مصطفى. مصطفى يموت في الطفحيت يا معلم. لا 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 كده هتقع، كده هتقع هتنفجر مصطفى، هيبكي مننا. تعالى وصلنا للشركه. يلا بقى عايزين بقى نهدي هنا، طبعا دي المحرجه الحرجه، ممكن واحنا نازلين نيجي مفجرين الطياره لمصطفى. طبعا لو فجرناها له خلاص اتقلت الطياره. سيارتك غريبه ولا بتنزل بطريقه غريبه؟ ينفع تطير ببوظها ولا ايه الطياره العجيبه دي؟ فكر يلا بقى عايزين بقى نهدي بقى مصطفى. مش طياره والله، انا بموت يا مصطفى. نرجع كده ورا شويه او يلا حلو. الحمد لله نزلنا يا شباب، وصلنا للشركه وهنبدا نعمل المهمه بتاعتنا. سلام على الحماس. طبعا يا شباب اللي متحمس للمهمه بتاعتنا ما تنسناش بقى احلى لايك، ويا ريت تشترك معانا في القناه لو انت مش مشترك. وبرده شايفين الطاقم الجديد، انت رحت فين يا مصطفى؟ انا ما شفتكش. انا في الشركه، دخلني الشركه بتاعتي. لو كده بس انا ابعت لك دعوه. لا انا موجود معاك يا فكرة... اصلا ايه ده في ظهرك؟ انا بس دخلت في شركه يا عم، خضتني يا عم. طب انت عايز تجيب اكل ولا تجيب اي حاجه من عند السكرتير ده اللي عايز ضرب النار عاملني فيها بزبس مان؟ هو مش فاضي اهو. لا يا عم انا عندي كل حاجه مش محتاج. نجيب بس انا عندي هنا بس يا عم كفايه بوس. جبنا ده نشتري ده شباب، نشتري حاجات كده بسيطه خلاص. انا جبت بس الحاجتين دول، راح في السريع جاهز للمهمه مصطفى. المهمه والله حماس جدا يا جدعان، باذن الله هنعملها احسن. جاهز نعمل ده كويس. بس انا استنى اشرب عصير القصب عشان دمي ناقص. في عصير القصب هنا عشان اروق دمي. اشرب يا عم. فين العصير اهو؟ طبعا لازم شباب السكر. النهارده لبس الصين يا جدعان. انت لابس لبس، لابس بدله انت صح؟ انا ما ركزتش في لبسك. عاش في اللبس بتاعك. شوف اللبس الصيني. شايف التصريح الجديد يا ايسي؟ هتاكل من دماغي حته. وريني القلاسه يا معلم وريني. الله 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 يا سلام. حتى رجل على رجل، الله نزل رجلك خلاص، مفيش احترام من البيج بوس هنا ولا ايه؟ هكروشك بره الشركه، تبقى عامل زي الفرخه والله. يلا نقعد بقى على الكمبيوتر. حد يكرس صاحبه، عيب عليك. اوعى تكون حاطط لي فلاشه فيها فيروس يا مصطفى عشان ما تفيرسليش المهمه يا عم. لا يا عم ما تخافش، بعت لي دعوه الشركه. يعني ما انت جوه الشركه، بعت لك دعوه ازاي؟ انت قصدك للمهمه؟ مش تك هتخش معايا صح؟ لا دعوه للمهم، دعوه للمهمه نفسها، اكون معاك في الشركه بشتغل معاك. يعني. تمام تمام تمام. لحظه واحده ابعت لك المهمه؟ طبعا لازم يا امنا، وقعدنا بيشغلنا كتير الولد ده. يلا نقول الولا عايزين الولا بس انت المفروض كده جالك دعوه صح؟ المفروض تبقى كده. اقبل يا اخويا، اقبل اقبل يا سلام. طبعا يا مصطفى انا عايز اوريك بس المروحه الجديده اللي عندي، انت عارفها. انت على طول بتفقع عين انت صح؟ انت عايز هوا صح؟ وريني يا عم. فتحت لك الهوا اهو، التكييف بتاعي ده. يا سلام الهوا بتاعها بحري بصراحه، يعني حاجه تفهم. يا عم اخلع بقى الله يسهل لك. انت كل شويه مش عارف يا جدعان دماغه فيها ايه، يحب يقعد جوه. اطلع يا حبيبي خلاص 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 خلاص، اطلع امشي بقى امشي امشي. يلا نروح بقى على المهمه بتاعتنا شباب. انت قلت لي في كذا مره، كلمتني قلت لي امسك التلسكوب. مفيش حاجه والله، مفيش حاجه حماس. كان في شويه ناس قاعد معانا في السيرفر. ايه ده في حاجه طايره يا مصطفى صح؟ مش ملاحظ ان في طياره؟ كان في طياره طايره والله، انا شفت حاجه معديه. ايه ده يعني في حد سرقها
احنا قاعدين بنعمل ايه في الشركه يا عم؟ حط السكوب، مفيش حاجه حماس يا جدعان. فقشطه، هنروح بقى في السرير نعمل المهمه بتاعتنا. تعالى يا حبيبي، ما تقعدش بقى تتجول في الشركه بابا، ماشي؟ احنا يعني اقعد باحترامك خلاص. هخلي السكرتيري يجرك من شعرك. وريني تصريحتك، صح؟ تعالى هنا، تعالى وريني التصريحه بتاعتك بسرعه. قرب كده جنب راسي. اه انت لبست خلاص، دريت القرعه انت. يلا كتبنا الاي دي والباسورد. لا لا لا، هنرجع شباب، انا مش عايز دي. ايوه المهمه بتاعتنا. يلا الله يا جدعان، المهمه حماس. يلا انا جاهز يا معلم، هنخش يا عم مصطفى. هنعملها هارد ولا هنخليها ايزي؟ زي ما انت عايز، فكر كده. هارد هارد. هتعيط يا عم، هتبكي. هنخليها هارد يا جدعان، ربنا يستر مصطفى ما ينجلدش. ماشي، وهنخلي هيبقى فيه، انا هبقى سواق الطياره. قشطه، تمام ماشي يا عم، سوق براحتك. تمام، يبقى احنا كده عملنا، هنعمل بلاي ويلا بلاسيس. اوه من اولها يا جدعان، طياراتك يا طياراتك. يلا 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 يلا، جاهز يا مصطفى؟ اعمل لي بقى يا معلم المارك بتاعك اللي زي العسل، الواي بوينت بتاعنا. اوه احنا هنروح، اعمل لي الواي بوينت بتاعك يا مصطفى. طب استنى، روح يا شباب. استنى ايه؟ انا قربت اوصل خلاص. لا احنا المفروض نروح مكان العربيه اللي هناك. اه انت هي مصطفى نفس الكلمه، فين وود؟ بتقول لي انت تبعنا دي، صح؟ المفروض نسميها فول وود. احنا مصريين جدا. خدنا نوصل. انا بص اهي بعلم لك الفول وود. يا عم بس يا عم. يلا 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 بقى في الهواء كده، ظبطنا. انا خايف والله هفجرها. بص يا مصطفى، انت بتشنجني. انا هشنج. يالا لا 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 لا، الحقني بموت. قربنا نوصل مصطفى. على فكره بيقول لك لو احنا متنا مالناش، مش هننزل تاني، خد بالك. عندنا زيرو يا زعيم، ربنا يستر علينا وعليك يا مصطفى. خلي بالك بقى، انت حرس يا ريت بقى. ماشي تمام. ايه؟ انا بقول لك احنا جامدين، احنا مش محتاجين، احنا قربنا نوصل. طب يلا يلا، قربنا نوصل. لازم بقى أيوة ادلعك شويه يا مصطفى، اوعى ترجع حاجه. انت في روبلوكس وهنا كمان، مش رحمنا. لا بس احنا قربنا ده لسه. انا عايز افتح كده الماب. اه خلاص احنا على وشك. تمام احنا قربنا شباب خلاص. بتقول ايه؟ هو تصدق قربنا؟ طب انا لو نطيت من الطياره هيحصل يعني، المهمه هتبوظ ولا ايش؟ عادي يعني، هتقتلني بس مفيش حاجه. ننزل بالراحه، ما انت هتنط معايا يا حبيبي، انا هسيبك لوحدك اهو. بننزل يا شباب. احلى بس بس بس، نهدي هنا، نهدي هنا. قشطه قشطه، انا المفروض كده في ايه بالظبط؟ هي فين يا مصطفى؟ انت شايف اي عربيه؟ لا بصراحه. طب انا مش هنزل جنبها. احنا هنستكشف احنا بنفسنا. طب انا انا هنزل بالراحه، عشان لو نفترض لو في عصابه ولا اي حاجه، لان انا مش عارف بصراحه. أيوة. انا هشوف بس انا نازل على العمود ولا حاجه. شفت فين فين فين؟ انا مش شايفهم. انت شايفهم بجد؟ هناك هناك عند الجراج اللي قدامنا ده، انا هضربك عليه طلقه هناك. طب بس 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 يا مصطفى، ايه ده بس؟ شفت العربيه القرده دي؟ كانت قاعده تدمرنا. يلا مصطفى انزل، خلي السلاح صاحي، جهز سلاحك. اه والبس البادي بتاعك بالمره، ماشي؟ خليك لابس ال، انت مش معاك بادي ارمور بتاعك؟ استنى استنى، ما تخشش لوحدك، استنى جاي معاك. سلفني بقى. سلمك ازاي؟ طب تمام، هناخد البادي بتاعنا. خلينا جاهزين بيه. ايوه البادي، والبس يا ابو البطبيط. كويس، جاهزين. بص يا معلم، السكين بتاع العربيات هنا. ايوه بالظبط، العربيات هناك زي ما قلت لك. يلا استنى، في حد هناك؟ استنى اشوف كده انا كمان. احلى حاجه شباب والله، انا مش شايف حد هناك بصراحه. انا شايفك انت يا مصطفى، انت منور. عامل زي الشمعة، منور لنا المهمه بتاعتنا. استنى بص كده برضه. استنى استنى استنى، تمام. طالما اتكلم كده يبقى في مصيبه جايه لنا في السكه. مفيش اي حد، ما هو شكله هيبعت لنا الراجل الفقير ده، انت مش عارفه. اركب بس. طيب او لا لا، ايه ده؟ يا حركاتك يا ابو. اتفرج يا معلم. يلا معايا مصطفى. بص بص مع حركات بعض. بص يا لعبك يا لعبك يا موتوسيكلاتك. هو ده المفروض. استنى بس نحدد نعمل مكان هنا. يلا بقى اجري معايا يا معلم، وحوله اول ما تنزل. يلا حوله اول ما تنزل. قشطه. طب ما تيجي نختصرها من الميه. تعال نختصرها. احنا هنختصرها من هنا اهو. تعالى تعالى جنبي، تعالى جنبي يا لعبك. يا لعبك، خليك تعالى جنبي، تعالى جنبي، طلع في جنبي هنا. حاضر، همسك كده عشان ما تخافش. يلا يا معلم، واحد اتنين بس، دوس حرف الايه. يا سلام يا سلام، ايه ده؟
مش عايز يمشي. استنى استنى انا استنى غدار استنى انا مصطفى استنى استنى هو يلا ايوه كده يا سلام ايوه هو ده يا سلام. لا لا اهدى 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 شويه يا سلام يا لعبك. والله حماس والله المنظر تحفه يا جدعان. سلام وانا ماشي جنبه كده الله عليك حبيبي يا مصطفى. بس انا اسرع منك ليه؟ تعالى جنب يا لعبك خليني ماشي جنبك كده. يا سلام استنى 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 مش جنبك يا مصطفى ارحمني بموت بموت. ايوه ماشي يا سلام. اذا مفيش حاجه ننط فيها ونعمل حماس. خلي بالك بقى اول ما نوصل المنطقه اللي هناك يا مصطفى احتمال هتلاقي هناك في في جنود على جنب هنا على جنب. لا لا طب استنى 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 خلي بالك اوه اوه خلي بالك هنا هنموت ناس. استنى 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 اهدى بقى هنا يا مصطفى اهدى هنا تمام ايوه هدي بقى نفسك. لا ما تخشش جوه ما تخشش جوه انزل 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 بس اقف على جنب اركن هنا على جنب ايوه بس انزل هنا يا معلم. وهنجيب لا استنى استنى شحنات هنفجر شحنات. طب فجر انت فجر وانا هامن بالسنايبر ماشي اوكي مش انت معاك السلاح وعشان أيوة. اوعى تفجرها فجرتها يا لعبك يا لعبك يا مصطفى اوه ايه في رميتها غلط ولا خلي بالك في ناس في ناس بدات تظهر. ما انا شايف حاول الف استنى خلينا انا بالسنايبر حركه ذكاء شويه خلينا مأمن بالسنايبر ماشي اوكي انا حول. لا ده انا رحت فين وريني انت فين. رميت البتاع بالغلط. تعالى تعالى انا مستنيك. طب انا استنى هاجي اخدك تعالى لحظه واحده خليك 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 انا جاي اخدك جاي اخدك تعالى اركب 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 راح اجيب الموتوسيكل الماري بتاعي. طب اركب معايا اوصلك بسرعه يلا بدل ما ادوس عليك يا ولد. وصلت خلاص تسلم خلاص ماشي يلا بينا تعالى نقفلهم من ظهرهم احسن من هنا من هنا. ما بلاش يا مصطفى بلاش هنا احسن لنا ناخدهم بالتدريج لان في عصابه بدات تظهر هنا. تعالى هنا احسن يا مصطفى. فين؟ اه فين اوركن العربيه بتاعتك الموتوسيكل بتاعك خليك هنا. في واحد بدأ يظهر عندي. هو فين بقى؟ طبعا السنايبر ده هيجيبه وش شايف شباب جابه ازاي؟ اهو شفت 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 تحمي ظهري انا هحاول افجره. في واحد عندي هنا استنى استنى بس هو مش باين ليه وبيضرب عليا الغبي ده ازاي؟ ايوه بس كده خلصته قشطه. طب انت مصطفى خليك خليك انا كده كده هخلص هخلص انا العربيات. انت بتعمل ايه؟ استنى في واحد سوسه مستخبي تعالى حبيبي اوه. طب انت فجرت بس اديله هيد شوت يا معلم هيد شوت يا شباب. ده انا مش رحمه. انت اتضربت فين؟ اوه هيقتلني. طب ارجع 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 انا قلت لك ارجع انا كده كده بأمنك ما تخافش. ده معايا ايه ده؟ الله يخرب بيته. اه طب نجيب له بازوكا ايوه. ابعد يا مصطفى ابعد يا مصطفى عشان ما تموتش. كنت والله هضرب حته بازوكا كنت انت هتروح في داهيه. يا ابني في ناس قدامك انت كده كده ممكن تموت انا هأمنك بالسنايبر ماشي؟ طفى انت نفسي اعرف انت فين عشان ما تموتنيش معاك. انا شفتك شفتك ما تخافش. اوه اوه عملت ايه انت؟ هيقتلوني هيقتلوني اوكي ثواني. انا قلت لك خد دم اظبط حالك. ايوه اظبط نفسك وانا كده كده ايه بالسنايبر. ما انا بقى بظبطك اروح انت وظبط حالك استخبى خد لك ساتر انت تمام؟ حاضر. انا في واحد سامع بس مش شايف هو فين. ايوه انا كده هشوفه. تعال انا ها وريني طولك على تعال وبالسنايبر تعالى والله اهو يا جدعان والله السنايبر هو شوف شوف يا لعبك تعالى. لا 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 يخرب بيتك استنى اظهر 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 سادة يا شباب السلاح بتاعه اقوى. آه ماشي هناخد بسرعه الاكل بتاعنا. ايه ده انت بتحدف فيها يا مصطفى؟ انت حدفت حاجه يا عم. لا ما تخافش ما تخافش خلاص خلصت. انا لسه في واحد تاني في واحد جنبك في واحد وراك خلصت عليه قشطه نظفت المكان خلاص. في واحد تاني في واحد تاني على فكره في واحد قدامك يا مصطفى في واحد قدامك ايوه. ولا لا 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 الحقنا مصطفى كده 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 هباله في ناس كتير هنا. تعالى مصطفى تعالى جنبي انا بقتل اللي عندي. طب اكشن في واحد وراك استنى ناخد هنا السناكس بتاعتنا كويس. ده في واحد بينقر عندي. تعالى ورينا ورينا طولك ها بتنعر لي على نفسك اخويا. استنى عشان الاكل عندي بدا ينقص جامد. ايه هناخد السناكس بتاعتنا انا هو مش عارف ليه باكل الاكل ما بيزيدش معايا لازم اشرب كاكولا. اشرب يا عم ظبط نفسك. وهناخد بالمره شباب هناخد درع احتياطي واخدنا والله في واحد تاني وراك. تعالى اهي وريني طول وريني. لا خلي بالك خد لك ساتر انت وانا رايح له فين اهو. تعالى الله عيب عليك نروح بقى بسرعه نركب الحاجه بتاعتنا. تعالى مصطفى ورايا تعالى 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 معايا ما تخافش. ايه الشبكه دي؟ تعالى يا زعيم خلاص احنا قربنا شباب ناخد الحاجة بتاعتنا. المفروض بعد ما نركبها المفروض هيحدد لك مكان تاني هنوصل له.
اهي اهي ايوه اي سي ايوه انا شايفها، شفتها. فين بتاعتك بقى؟ يخرب بيتها، ده طب بتاعتي راحت فين؟ طب اركب، ماشي اركب معايا، اركب معايا، اركب معايا، طيب اركب معايا، اركب معايا، اركب، وصلني ليها، مش راضي يركب. اركب. وما ينفعش غير واحد بس؟ الظهر لازم اروح اجيبها انا. طب انت رميتها هناك ولا ايه اللي حصل؟ لا انا حطيتها على جنب كده مع هي اللي سابتني ومشيت. حيوان. طب انا استنى احاول اشوف لك بس الوضع عامل ازاي. يعني انت هتاخدها عمى مصطفى؟ حرام عليك، دي المسافه كبيره يا راجل. لا يا عم طب مش تمام مشكله، انا رياضي، انا جسمي رياضي. ماشي يا عم، انا بص انا هقف وهامنك برضو بالسنايبر بحيث لو حد جه، لو ينفع اقف بس على الحاجه بتاعتنا دي. هو مصطفى تبقى اخر الدنيا، انا حرام غلطه عليك يا مصطفى. تقريبا، قربت توصل ايه؟ انا غلطه وقفت عندها، انا وقفت عند ايه، مرميه يا عم. تصدق بترجع لوحدها صعبة. بتمشي يا مصطفى؟ بتمشي والله. استنى صعبة احاول احاول ازقها لك يا عم، ده عايز يخلص المهمه لوحده والله. هو انا بزقها لك؟ استنى صعبة خليك خليك، انا هبعتها لك لحد عندك. يا استنى انا سلام. مستنيك والله بترجع. مع كده ما تسيبش حاجه شغاله تاني لوحدها يا عم. ماشي يا عم، يلا ايه ده يا حبيبي؟ والله عمال دق اقفولك، دق شوف الجنان. اركب 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 بقى، ركبت. واوعى تسيبه بعد كده، ما تسيبوش تاني، ما تسيبوش تاني وصلوا الطريقه دي. ماشي طلعه فوق. اذا تصدق قدامنا فين في المكان؟ مركبه اوه بس. بعيد قوي. ده في نص الدنيا يا معلم، بس ان شاء الله احنا قدها. يلا مصطفى اجري 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 اجري. الله عليك الله عليك، بس انت بتسابقني انا وانا ما استنيك تجري. لا استنى انا اجيبك انا. بس احنا اتبهدلنا والله من عصابه، بس عايز اخد شويه اكل واحنا ماشيين كده في السكه في السريع، ناخد السناكس بتاعتنا شباب. بس انا في حاجه شباب عايزكم تكتبوا في التعليقات، ليه الدم بتاعي لما اجي ازوده ما بيزيدش وانا يعني بقتك عليهم؟ حاجه غريبه والله، لما اجي اقعد واكل الاكل بيزيد معايا، فحاجه غريبه والله، باخد نفس الاكل سبحان الله. يا ريت تكتبوا شباب في التعليقات السبب للمتخصص بقى او بيفهم جامد قوي في لعبه جي تي. انا لسه نونو صغنن، انا حوالي لسه ليفل 40، اه ليفل 40 ومصطفى ليفل 55، 55 في عين الحسود. طب جاي انا ليه يا لكم مصطفى؟ هناك. يلا يا ابني تسنى. انت بترجع تاني ليه؟ تعال انت بتعملش تجري بسرعه على صوصه. ده انا عمال اجري بقول لك عليه، لا بجد ولا تجري ليه معبي بسرعه البنزين، كده معبي البنزين عندي على الاخر. انا نسيت، انا مش فاتح ده، انا كنت ماشي كده. ما واخد بالي، ما دوستش حرف الايه. تعال يا صغير، لا ده انا حاجه امسحك دلوقتي. بص يا معلم، بص الشغل ده انا قمت لك من عليه. تعالى شوفنا مصطفى، انا جاي لك طير والله، شوف المنظر يا معلم. تعالى تعالى تعالى، شوف 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 شوف، بس ما ترجعش قوي. تعالى 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 تعالى، انا جاي خير. جاي لك، يلا يا معلم دوس حرف الشيفت هتلاقيه واقف كده يا معلم، بس دوس بقى حرف ايه هنا كويس. ايوه طلعه فوق، ما تسيبوش بس مش قوي يا مصطفى. ده مصطفى، ايه ده مصطفى؟ يلا كويس، احنا قربنا قربنا من المكان يا شباب، ربنا يستر ما يحطوناش حاطين لنا مصايب. طب انت هتوقفوا ليه؟ روح بقى هناك نكمل بقية المسيرة بتاعتنا. يلا يا حبيبي اديك زقة، يلا يا عم تعالى من هنا، تعالى من فوق من هنا اختصار. اوه انت في واحد من عصابة ظهر لك مصطفى، خلي بالك خلي ايوه. بالك خلي بالك، فين الطريق؟ انا مش عارف. العربية دي السادة بتضرب نار يا مصطفى. تعالى 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 من هنا، يا كلاب خلي بالك خلي بالك خلي بالك، ما انا بقول لك خلي بالك اللي خلي بالي ده، بالك انت هناك. كنت هتقتلني. مش انا يا عم اللي ضربت، ده هم العصابه فيها عصابه هنا. تعالى 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 من عندي، استنى تعالى استنى من عندي. الشكل بتاعنا، طب حاول تجيبه انا هخلص منه. قشطه فينهم؟ انا ها تعالى يا صغير. بتوف. لا يا عم سيبه انا هخلص منهم لك بس كده اهو. ال 200 شفت الولد ده كان هيشيلني بالموتوسيكل والله. خلصت من هو مصطفى، يلا انا مستنيك. ماشي يلا هو الطريق المختصر، عشان كده كان ما كانوش عايزين نخش من هنا. تمام كده شباب، احلى حاجه العربيه بتاعتنا دي فيها زي اسمه ده، فيها زي رشاش، فحاجه كويسه. ده مش الرشاش بتاعي، ده الرشاش اللي موجود في العربيه، فيها رشاش صغير. طب كويس، واحنا ماشيين نقعد نضرب عليهم، بس انت خلي بالك يا مصطفى لازم ماشيين جنب بعض عشان انا ما اضربش عليك وانت ما تضربش عليا. اوكي ايه ده، بتضرب على مين يا عم؟ ايه ده، ابص ايدك ده واحد، ده في واحد ده تاني. انت اللي مش انا يا عم، ده في واحد هنا. هو انا موتته موتته، خد كل كل اكل. واحد هنا جنبينا، تعالى تعالى تعالى. هو خلي بالك في واحدة. طياره احميني مصطفى، انت احميني احميني، في طياره في طياره مصطفى، خلي بالك عشان في اتنين حوالينا كويس.
واحد منهم كان بيحاول يغدر بيك. يلا بينا. بص 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 ده يا عم اهوت يا عم. استنى بقى خلي بالك مصطفى حرس، وقلت لك انا اجيب البادي بتاعك ممكن يخش علينا اي عصابه، فخلي بالك وحاول تخلي الرشاش بتاعك جاهز. طب انا بص انا استنى هلبس انا الدرع بتاعي. استنى يا عم بتزودني ليه يا عم؟ استنى البس انا الدرع بتاعي. البس يا عم. البس البادي بتاعنا، ولا اقول لك لما نقرب احسن؟ مش احنا شكلنا هيبقى فيه هناك بلاوي سودا؟ احنا عاملينها على الهارد بقى يا ابني. ما تخشش بقلب عشان ما يطلعش حد قدامك، خليك معايا عشان انا امنك وانت طالع قدام. خلي بالك في واحد جاي. ايوه نخلص من ده. تعال تعال خلصت منه. قشطه عايزين بقى نوسع المكان لبعضنا. تعالى. هو ازاي اغير مكان المؤشر بتاع الايم بتاع ايه؟ ازاي اغير مكان المؤشر بتاعك؟ لا ما ينفعش في العربيه دي، ما ينفعش. يلا مصطفى اوسع لك انا اهو. يلا تعالى تعالى تعالى. ده انا طلعتها بالحظ والله. تعالى تعالى وسعت لك اهو شويه المكان، حاطين في مكان زباله. يلا شد حيلك يا مصطفى. يا مسهل، ما دي احلى حاجه فيها، عامله زي التوك توك يا معلم. يلا التوك توك. يلا ربنا نوصل يا جدعان. مصطفى خلي بالك عشان طلع لنا حد، يعني حاول انت تهدي شويه بحيث نبقى مع بعضينا، يا اما تخش عليه بقلب بس دوس كليك لمين عشان نخلص منهم. قشطه اوكي. يلا يا معلم خلاص يا جدعان قربنا. انا تضرب على مين يا ابني؟ هموت انا كده يا عم. تعال ننزل في الميه، تعال ننزل في الميه. دوس حرف الاي. اوه ده في حاجات كتير قوي هندمرها. هي دي موجوده فين؟ ده في بره وفي جوه. يلا مصطفى العربيه بتتحرك قدامنا هنا. يلا 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 بسرعه يا عم. يلا يا عم بسرعه 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 بسرعه. بص هناخد انا وانت هنروح لمنا ماشي، هناخد بس العربيات اللي هناك تمام، بعد كده هنشوف الباقي. بس اهم حاجه روح بس ناحيه اليمين، خليك جنب مصطفى عشان لو لقينا اي حد في وشنا. طلع فين بقى؟ طلع لفوق يا ابني. تعالى انزل هنا على بالك عشان ممكن تلاقي في ناس في وشنا. تعالى 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 خليك ورايا خليك ورايا ما تسبقنيش. ايوه في اتنين هنا، في اتنين هنا يا معلم. يلا 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 ايوه في اتنين هنا بس هما في السنه بدأوا يتحركوا. وفي اتنين قدامنا مصطفى، في اتنين قدامنا. ايوه احنا قربنا لهم خلاص المفروض. اهو اهو شفتهم شفتهم شفتهم. طب انا استنى ما ينفعش، خلينا نقرب لهم نقرب لهم احسن، ناخدهم بالار بي جي تمام. انا هنزل على خدهم بالار بي جي. شوف واحده بتهرب مني. استنى استنى اخد الار بي جي بسرعه. لا ايه بقى ايه بعد انت ايه بعد يا مصطفى؟ بس كده يا معلم احميني كده مصطفى ثواني. طب انت روح 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 اول اخد انا باخد حاجه كويس. الحق انت الحق الحق الثاني انا جاي وراك ماشي. اوكي اوكي تمام. لو في حاجه كلمني على طول في السريع. احنا كده خلصنا من واحده، ناقصنا شباب لسه، ناقصنا ثلاثه والله. المهمه دي شكلها صعبه. يلا يلا مصطفى. مصطفى قهر، مصطفى قاهر الزعاطيط هو. يلا مصطفى. ايه ده انا بحسبك وقعت والله. انا لقيت حاجه مرميه شويه شجر فكرت انت ضربت انا ولا لسه. طب استنى اقف 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 اوعى ما تضربش ما تضربش ما تضربش. سيبه 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 لي سيبه سيبه لي سيبه لي سيبه لي انا ما تضربش يا مصطفى ماشي. طيب يا عم انا كنت شاري انا كنت شاري. راحت فين الحاجه؟ خلصت ولا ايه؟ استنى استنى سيبه لي اقعد استنى نشن عليه. ايوه شفته خلاص بتاعي ان شاء الله. يلا اخلص قشطه عليك خلصنا عليه يا معلم تمام. رغم ان انا كنت مالي السلاح لسه لسه في اتنين. خلي بالك عايزين نشوف الماب. ارجع ورا ايوه ايوه بس في واحد بيمشي من واحد بيمشي شمال عايزين نلحقهم بسرعه مصطفى. طب بقول لك حاجه بقول لك حاجه بص 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 خد انت خد انت واحد من عندك وانا اخد واحد من عندي قشطه. استنى في واحد هنا انت خد اللي عندك تمام وانا هاخد اللي عندي عشان ننجز. بعد كده هنرجع نتجمع تاني بس انا كده كده هقابلك من الناحيه الثانيه تمام عشان انا برضه الراجل ده على واحد تمام. يلا زعيم. لا خبطت خبطت مش ناقصك. امشي 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 خلص عليك بالعربية. انا قلعت كده شفتها شفتها خلاص 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 شفتها يا مصطفى. بس واقفة حاجة غريبة يعني. تعالى يا حبيبتي تعالى خلصت عليها يا زعيم. خلي بالك بقى ده احنا لسه هنروح لمراكب يا مصطفى. في مراكب ولسه في مراكب. ده احنا لما صدقنا نرجع تاني يا زعيم. في مركب بس انا عايز اعرف هو كام واحد. والله في مركب في المية بس بدأ يتحرك مصطفى. حاول تجري بسرعة. انا عملت له مارك. ارجع بقى تاني بسرعه افتح الخريطه واجري بسرعه لان المركب ده لو مشى تبقى مصيبه تانيه بقى. هنجري كنا في البر يبقى في البحر دلوقتي. يلا يا جدعان
عمال يمشي بيتحرك يا مصطفى. ايه ما انا عارف، بس احنا لو مشينا بالراحه ما ينفعش. يلا يلا قربوا بس شباب. بس ده هنضربه ازاي؟ ده احنا مش هينفع نضربه بالبازوكا، ده لازم بالرشاش بتاعنا. مش هينفع نمسك الرشاش غير بالرشاش العربيه، لازم بالرشاش العربيه صح؟ اه ما ينفعش يلا يلا. لا مش هيرضى يخليني اطلع السلاح. يلا يلا كويس قرب. يلا فوق الله عليك. يلا مصطفى انا دخلت على البحر يا مصطفى، استناك ولا اوه ده في كتير يا مصطفى، ده في كتير. لا انجز حالك، ده في كتير. استنى استنى انا في واحد هخلص عليه، انا شفت واحد اهو. بقول لك انا وقعت في البسين. انا خلصت على بسوسه. هرب هرب هرب. استنى يا رب. يلا 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 ايوه يلا يا رب يا رب يا رب تيجي فيه. يخرب بيت حظك. دخلت على البحر مصطفى بيهرب يا مصطفى. انا لا لا حاجه وراه. شفت قدامي اهو. بضربتهم ببوازيك ما بيحسوش. فين؟ لازم اضربه صح؟ هو فجرته فجرته. اه عرفت. تعالى 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 مصطفى. اه انت جاي من قدام. حلو 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 حلو. خلص عليهم خلص عليهم. ايه ده؟ ايه يا جدعان في البحر؟ في حاجه غريبه والله. ايه البتاع ده؟ الصخره بس شكلها غريب والله. خلاص خلصت عليه. استنى يكون في وحش تحت والله. يا جدعان ايه الرعب ده؟ نستكشفها بعدين يا جدعان الصخره الغريبه دي. اضربه بالعربيه. بس ده العربيه بتنجز بتدمر، عشان ده اللي مش مركبه كامله دي صح؟ دي ليه اللي عامله زي المنطاد دي ولا ما اعرفش اسمها ايه؟ خلاص نصنا اخر واحد. اسمها ايه المركبه دي يا مصطفى؟ مش عارف صح. بتكون ضعيفه في الضرب بتاعها، بتموت على طول. نصنا اخر واحد. يلا شد حيلك يا مصطفى. بتاعك ده بقى، بتاعك بقى يا مصطفى. ورينا حركاتك. اضرب عليه. اضرب 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 اضرب. يلا خلاص قربت. انت كل الضرب ده ما بيحسش؟ هو ازاي اعرف ان انا قربت عليه؟ قربت اقتله. استنى استنى خلي بالك خلي بالك. اضرب انا؟ ابعد بعيد عنه عشان انفجر. بخاف اضرب عليك. ما تعديش من قدامي. انا بقول لك ما تعديش من قدامي. لا يا عم سيبوني انا هخلص عليه انا. امال قوي قوي كده ليه؟ هو ده المصفح ده ولا ايه؟ ما انت خلصت السلاح كله عليه. تعالى تعالى زي ما احنا قدام زي ما احنا قدام. تعالى رجعت تاني ليه؟ زي ما احنا قدام اهو شباب. هروح للمكان ده. يلا يا معلم. ايه ده ايه ده؟ في مركب. في خلي بالك في اتنين جايين قدامنا شكلهم معاهم سلاح. دول خلص عليهم. في واحد بيجري وراك يا مصطفى. انا هخلص عليه انا هخلص عليه. بس مش محمر حاجه غريبه يا جدعان، بس انا عندي احساس ان هو معاه سلاح. انا شايفك طاير انت يا اخويا. كان في اتنين كانوا هيشيلوك. وانت وانت فرحان انت مش هنا. اللي مصبرني عليك يا مصطفى البحر الجميل ده. خدني معاك يا ولد. خدني معاك يا عم. تعال استناني يا عم. بس 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 يلا 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 زن عليك انا. انت عذر صغير العيب عليك. تعال 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 لا 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 لا. استنى عايز اغلس عليها يا جدعان. تعال تعال تعال. الدم بتاعك انا على فكره الدرع بتاعي نصه او ربعه وخلاص قرب على وشك. انت عذر صغير انا. يلا مصطفى الحته دي تعرف تعدي من عندها. وريني كده مين بقى البطل التاني. يا رب يا جدعان كنت عايز اخبطه كنت عايز اخبطه. ايوه انت عذر. والله انت محظوظ. اوه استنى فين الطاطه فين الطاطه فين الطاطه هنا. تعال نط يا مصطفى. يا الله الله عليك يا سلام. يلا يا جدعان خلاص. اوه يلا مالك يلا. ايه ده؟ وواحد قاعد مأنتخ ده. لو عايزين لو حد قاعد مأنتخ هدوس عليه. في واحد بيجري. تعالى تعالى لا. محظوظ. لا سيبه يستمتع شويه يا شباب. لازم نمشي كده كده من على الطريق ده. في ناس قاعده بتصيف. تعالى انا صغير انا هدوس انا. ايوه هات دول كمان. معلش يا جدعان معلش انا كلمي. تعالى يا بنت. ايه مالك ايه؟ انت مت ولا ايه؟ انت ملجلج. ربنا معاك يا ابو ربنا معاك يا ابو الجليل. تعالى انا صغير انا بشيل انا الناس. اي حد دول بمسحه بنضف لك الطريق يا مصطفى. عارف واحد بيستهيالي معاه سلاح ولا معاه عجله. تعالى يا بنت. ايه ده؟ مالها دي؟ استنى كده. تعالى يا بنت رايحه فين؟ ايه ده؟ هربت والله المحظوظه. اوه كلهم معاهم عجل. اجري يا ولا. كله بالعجله واجري يا معلم. مصطفى استنينا مصطفى احسن يطلع لك حد في وشك يا عم يشيلك. سنتني؟ ما تخافش ما تخافش امشي. طريق امان يا معلم. قاعد صامت يا عم. يلا يلا شباب. انا وصل الطريق. الحمد لله وصلنا قربنا خلاص. احنا لو وشك نفتح الماب. هو احنا خلاص على فكره خلاص خطوتين هنكون قدام.
يلا زعيم. معلش يا مصطفى، ايه ده؟ ازاي ده؟ اقول لك لا جو مساعدتك جامد يا مصطفى. اضرب صغير، اضرب عليك ولا تعالى. ها اوفك بالسلاح بتاعي. مين ده انا؟ بموت يا مصطفى عادي. شايفني انا صغير. اه ده صغير انا. استنى اخش لمين؟ اخش لمينك 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 وانزل تحت. واحدة واحدة هنا، واحدة واحدة هنا، ماشي؟ يخرب بيتك بقول لك واحدة واحدة. انت قلبك ميت. ايه ده احنا كده خلاص وصلنا؟ اوه في ناس واقفة ليه هنا؟ اه دي الشرطة. والله انا خفت يا جدعان يعملوا لنا حاجة. بيقول لك هيلب هيلب. هو كويس احنا كده ان هنا؟ الحمد لله يا شباب وصلنا نهينا المهمة، بس كانت صعبة بصراحة. ايه رأيك يا مصطفى؟ اه والله. انت يا عم مالك يا عم؟ شكلك عايز تنام انت. لا والله انا زي الفل، انا صاحي يا عم. يا سلام عليك، شايفيننا يا جدعان؟ باشا والله. طبعا يا شباب احنا كده وصلنا ونهينا المهمة. انت دخلت يا مصطفى؟ اه بس انا لوحدي. للأسف مش معايا في السيرفر هو. طبعا يا شباب احنا كده نهينا المهمة، كانت مهمة خطيرة جدا. معلش يا معلم، بس المهمة كانت جميلة والله. طبعا يا شباب لو عجبك الفيديو ما تنساناش جاب احلى لايك، ويا ريت تشترك معانا في القناه لو انت مش مشترك. وعايز تقول لنا حاجه يا مصطفى؟ لايك. يا عم انت ما فيش غير اللايك يا عم. اشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج. يلا سلام.